السلام عليكم. النهارده عندنا خاصيه مهمه جدا للناس اللي بتهتم بموضوع الخصوصيه. الخصوصيه يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو اعطيت الموبايل لصديق عشان يشوف فيديو على اليوتيوب وانا مش عايزه يخرج من اليوتيوب لاي تطبيق اخر زي الفيسبوك او الانستجرام او يشوف الصور الخاصه بيا، او مثلا لو انا عندي طفل بيلعب جيمز وانا مش عايزه يخرج من الجيم اللي بيلعبها لاي حاجه تانية على الموبايل، الموضوع بمنتهى البساطه بنروح على السيتنجز، ومن السيتنجز بنختار جنرال، ومن جنرال بنختار اكسسبيليتي، ومن اكسسبيليتي بننزل تحت عند جايدد اكسس بنفعل الجايدد اكسس، وبعدين بنختار باسكود سيتنج سيت جايدد اكسس باسكود. انا طبعا هعمل اي كود، بنكونفيرم الكود تمام، بنعمل كونفيرم للكود، بعدين بنرجع خطوه واحده بس ورا عشان نعمل اكسسبيليتي شورت كات. ازاي بنفعل الخاصيه؟ باننا نضغط 3 مرات ورا بعض على زرار الهوم. فمثلا انا عايز ادي الموبايل لصديق ليا عشان يشوف اي حاجه على الانستجرام، بفتح الانستجرام وبضغط 3 مرات ورا بعض بسرعه على زرار الهوم، فبالتالي الخاصيه تم تفعيلها. فصديقي ده مثلا ممكن ماشي يروح في الانستجرام ويشوف اي حاجه هو عايزها على الانستجرام. طب لو حب يخرج من الانستجرام مثلا لليوتيوب مش هيقدر، هيحاول هيقول له فوق جايدد اكسس از انيبل. طب انا لو عايز الغي تفعيل الخاصيه بعد ما صديقي يخلص، بنضغط 3 مرات بسرعه على زرار الهوم وبنحط الكود اللي احنا كنا عملناه، وبالتالي كده بنعمل اند، الغينا الخاصيه. أتمنى لو استفدتم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جزيلا.